مساء الخير، أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو خلال الإعلان الرسمي عن تحرير الرقة أنه سيتم تسليم إدارة الرقة إلى المجلس الأمني للمدينة. أما عن عودة النازحين المدنيين إلى مدينتهم، أكد سلو أنه فور تطهير المدينة من الألغام وتطهيرها بالكامل وتأمينها سيفتح المجال لعودة النازحين إلى مساكنهم. بعد المعاناة التي ولد فيها الطفل نغاشي واستمرت لمدة 5 سنوات، ارتسمت حالة من الفرح والمرح على الابن الأكبر للرهين الكندي جوشوا بويل عقب الإفراج عن الأسرة المكونة من 5 أفراد يوم الجمعة الماضي. هذا ووصل الطفل إلى وطنه لأول مرة، والتقطت صور للطفل الصغير يلعب مع أبيه في حديقة بمنزله في أونتاريو في كندا، وفقا لما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية. أنشأت بريطانيا صندوقا لدعم تكنولوجيا جديدة لفحص حقائب اليد في المطار، سعيا للكشف عن أي متفجرات مخبأة دون أن يضطر المسافرون إلى تفريغ حقائبه من الأجهزة الإلكترونية. وقالت وزارة النقل إنها ستخصص مبلغ 3 ملايين جنيه استرليني، أي ما يعادل 3,900,000 دولار، لدعم الابتكارات في سبيل رصد المتفجرات المخبأة. أكدت دولة الإمارات في الأمم المتحدة عزمها جعل عام 2020 عاما فريدا لقطاع الفضاء الإماراتي، وذلك عبر إطلاقها لأول مسبار عربي إلى كوكب المريخ، لتكون واحدة من بين 9 دول فقط حول العالم تسعى إلى استكشاف هذا الكوكب، فضلا عن استضافتها المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في دبي، والذي يعد من أكبر المؤتمرات الفضائية الدولية. نحو نصف العاملين في مجال التكنولوجيا يخشون من فقدان وظائفهم بسبب أعمارهم. ووفقا إلى استبيان من موقع Indeed.com، فإن نسبة 18% من المشاركين فيها يخلقون من هذه المشكلة طوال الوقت. الاستبيان أوضح أن 22% و8 أعشار من الشكاوى متعلقة بالتمييز في العمل التي تم تقديمها للجنة تكافؤ فرص العمل عام 2016 كانت متعلقة بالأعمار، مقارنة بنسبة 19% و6 أعشار منذ 20 عاما. أظهرت إحصائية حديثة عن الهنود أصحاب المليارات في العالم أن ثلثهم يعيش في الإمارات، ويفوق عددهم أصحاب المليارات من البريطانيين والأمريكيين في الإمارات. يلي الهنود الأثرياء 11 مليارديرا بريطانيا، إضافة إلى 8 من أصحاب المليارات الأمريكيين يعيشون في الإمارات. شكراً.